القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. يا إخوة، قبل أن يأتي الإيمان كنا محفوظين تحت الناموس مغلقا علينا من أجل الإيمان الذي كان مزمعا إعلانه. فالناموس إذ كان مقدما لنا يرشدنا إلى المسيح لكي نبرر بالإيمان. وبعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، فأنتم كلكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأنكم أنتم الذين المسيح قد لبستم. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، فأنتم كلكم واحد في المسيح يسوع. فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم ورثة بحسب الموعد. وأقول إن الوارث ما دام طفلا فلا فرق بينه وبين العبد مع كونه مالك الجميع، لكنه تحت أيدي الأوصياء والوكلاء إلى الوقت الذي حدده الآب. هكذا نحن أيضا حين كنا أطفالا كنا متعبدين تحت أركان العالم، فلما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذي الناموس لننال التبني. أمرنا أيها القائد والجميع فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. نصري في ذلك الزمان فيما يسوع مجتاز تبعه أعميان يصيحان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. فلما دخل البيت أدنى إليه الأعمياء وقال لهما يسوع هل تؤمنان إن يقدروا أن أفعل ذلك؟ فقال له نعم يا رب. حينئذ لمس أعينهما قائلا كإيمانكما فليكن لكما. فانفتحت أعينهما فانتارهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم احد.
فلما خرج شهراه في تلك الأرض كلها، وبعد خروجهما قدموا إليه أخرس بشيطان، فلما خرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا: إنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب.